الحين في الوقوف معه في محنته، بعيدا عن الحسابات السياسية، بعيدا على الخلافات بين النظامين السياسيين، بعيدا على أي حساسيات، لأن الأمر اليوم لا يتعلق بالنظام المغربي ولا يتعلق فقط بالحكومة المغربية، بل يتعلق بشعب مغربي يشهد له التاريخ أنه شكل القاعدة الغربية لثورتنا التحريرية. فأعتقد أننا اليوم أمام موقف أخلاقي، موقف إنساني، يجب أن تتلاشى معه كل الحساسيات والحسابات، وأن نضع كل شيء جانبا ونمضي في مد اليد للشعب المغربي ومساعدته في هذه المحنة، لنؤكد من جديد على المصير المشترك والوحدة المغاربية التي هي غاية سطرها بيان أول نوفمبر، وهي بناء يعني وحدة شمال إفريقيا كما كانت أحد أبواب نضالات الحركة الوطنية. فلهذا أعتقد أن الجزائر للأسف، الدولة الجزائرية موقفها كان مرتعشا للغاية. الزلزال وقع على 12 تاع الليل، يعني وكلنا تناقلته وسائل الإعلام وبدأت تحصي حتى الضحايا والخسائر. أما الموقف الجزائري فلم يصدر بيان عن الرئاسة حتى 4 مساء، يعني نتحدث على 14 ساعة بين التعزية وبين بين الحادث وبين التعزية، فيما كانت دول بعيدة جدا عن المغرب تقدم التعازي وتعبر على استعدادها لتقديم المساعدات اللازمة. يعني لماذا هذا الارتعاش في موقف إنساني؟ حتى الإعلام يعني من السير الذي يسيره يعني منذ 2019 وهو انتظار التعليمات، مو يعني لم يتحدث على هذا الزلزال حتى جاءت التعزية. يعني هو سقوط أخلاقي للإعلام ويد مرتعشة لسلطة سياسية من المفروض أن تضع الحسابات السياسية